أعلنت قيادة الحركة الطلابية اليمنية في روسيا عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السفارة في موسكو يقضي بمطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت من قبل السفارة. وقال يوسف مرعي أحد قيادات الروابط الطلابية اليمنية في موسكو إن الاتفاق المبدئي ينص على عدم توجيه السفارة أي تهمة لأي طالب وعدم تقديم أي شكوى بأي طالب يمني إلى الجهات الرسمية الروسية. نعم، كما تضمن الاتفاق فتح أبواب السفارة للطلاب وأعضاء الجالية في أوقات الدوام الرسمي كحق لهم باعتباره جزءا من وظيفة السفارة. هذا ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بين رابطة الطلاب اليمنيين في روسيا والسفارة اليمنية الثلاثاء المقبل. وللحديث أكثر عن هذا الاتفاق بين الطلبة المبتعثين إلى روسيا والسفارة اليمنية في روسيا ينضم معنا أنور السفياني الملحق الإعلامي برابطة الطلاب اليمنيين. يعني سيد أنور، اتفاق جديد ما بينكم وما بين السفارة، لو تحدثنا وتطلعنا على أهم مضامينه. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. طبعا أهم مضامين الاتفاق، هو لم يكن اتفاق لحد الآن اتفاق رسمي، إنما كان مسودة اتفاق بعد إن دخلنا إلى مبنى السفارة اليمنية وقعدنا هناك داخل مبنى السفارة ومنع عنا الأكل وكل شيء. أتت وساطة من شخصيات اعتبارية متواجدة هنا في روسيا، بعد شد وجذب وتغيير عدة نقاط ومحاور خرجنا في مسودة اتفاق فقط لا غير للتنويه، لأنه السفارة اليمنية على موقعها نشرت أنه تم الاتفاق مع الطلاب ورفع الاعتصام و هذا يعتبر بحد ذاته يعني تأكيد على أن السفارة اليمنية تستمر، أو السفير أحمد سالم الوحيش يستمر في الكذب وتضليل الداخل بمثل هكذا تقارير وبيانات. ما حصل سيدي الفاضل أنه تم التوقيع على مسودة الاتفاق، على أن يتم توقيع الاتفاق في يوم 15 أي يوم الثلاثاء القادم. نعم. أهم بنود الاتفاق ذكرتموها، لكن المحضر يشمل عدة نقاط. نعم. المحضر يشمل عدة نقاط ونقاط كثيرة جدا، ونحن سنتوجه يوم الثلاثاء إلى مبنى السفارة اليمنية لتوقيع الاتفاق إذا ما. نعم. أبرز النقاط يعني سيد أنور السفياني، أبرز النقاط التي يعني وضعت في مسودة الاتفاق. أبرز النقاط منها واحد، أنه يعني الاستمرار في مطالبة الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق لما حصل أو للمخالفات التي يقوم بها أحمد سالم الوحيشي. نعم. اثنين، فتح السفارة اليمنية أمام كل الطلاب والجالية اليمنية دون قيد أو شرط، لأنه السفارة منذ تعيين السفير أحمد سالم الوحيشي أغلب أوقات الدوام الرسمي كانت مغلقة ويتم المعاملة عبر الشباك. نعم. النقطة الثالثة هي عدم توجيه السفارة، تلتزم بعدم توجيه أي تهم كيدية وباطلة. نعم. إلى الجانب الروسي ضد قيادات ورموز الحركة الطلابية، وهذه اعتراف للتوضيح حول هذه النقطة، أنه طالما والسفارة ممثلة بالسفير أحمد سالم الوحيشي وافقوا على هذه النقطة، فمعناه أنه السفارة اليمنية قد سبق وأن قدمت بلاغات كيدية ضد رموز. نعم. الحركة الطلابية إلى الجهات الروسية. طيب سيد يعني أنور السفياني، نعود إلى المطالب الرئيسية التي يعني كانت أمام السفارة منذ يعني أن ابتدأتم هذا يعني النشاط الطلابي وهذا الاحتجاج. المطالب الأولية التي وقفتم لأجلها أمام السفارة، ماذا عنها؟ عن الوعود في تحقيقها؟ المطالب الأساسية هي أتينا لمقابلة مدير عام قطاع البعثات لمناقشة مشاكل التي يعاني منها الطلاب، منها تأخر المستحقات الدراسية والمستحقات والرسوم الدراسية وما إلى ذلك من مشاكل. بعدها حدث ما حدث والجميع على اطلاع، لكن المطالب تبقى، هي المطالب لم تتغير ولم تناقش المشاكل، ولم نلتقي حتى الآن أو نناقش أي مشكلة مع مدير عام قطاع البعثات. اختلق السفير مشكلة إغلاق السفارة وسجن الطلاب،
ونستغرب حقيقة أنه يتم التوضيح في 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 يعني التوضيح الذي نزل على صفحة السفارة بأنه تم الالتقاء مع مدير عام البعثات وناقشنا و سيدي الفاضل لم يحصل من هذا الكلام أي شيء. لا زالت هي المشاكل بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالطلاب لا زالت مثل ما هي، ولم نلتقي مبعوث وزارة التعليم العالي حتى اللحظة. نعم. ولم نلتقي ولم نناقش أي مشكلة في اللقاء يعني. أيضا هنا أود التأكيد على أنه تفضل أكمل. يعني اللقاء محور اللقاء الذي دار، حيث أكد رؤساء الروابط أمام السفير والحاضرين أن ما حصل ويحصل من مخالفات وتقصير وفساد لم يحصل في أي في عهد أي سفير أيضا. نعم. التأكيد على أن الاحتجاجات الطلابية مستمرة ما لم يكف السفير عن توجيه التهم الكيدية ضد رموز الحركات الطلابية. أيضا أنه من حق أي مواطن يمني دخول مبنى السفارة دون قيد أو شرط. أيضا أنه إنزال البيان على صفحة السفارة يؤكد مجددا مصداقية كلامنا أن السفير لا زال يكذب ويضلل الداخل بهكذا. كل الشكر لك. نعم، كل الشكر لك أنور السفياني الملحق الإعلامي برابطة طلاب اليمن.